تأكيد على التأهل كابتن أبو الدهب، وإن كان كل الأنظار كانت منتظرة من الطرف. يعني خلاص كان النادي الأهلي 3-0 في تونس، ماتش امبارح كان متأكدين إن شاء الله كان هيحقق نتيجة إيجابية برضو، لكن في الآخر أنت بتبص المنافس هيكون بالنسبة لك مين؟ هل هو صن داونز؟ والمباراه اللي يمكن البعض بينتظرها، بعض الاهلاويه كان منتظرها، على الجانب الاخر كان في بعض الاهلاويه يقول لك لا انا عايز الوداد عشان هو كسبني السنه اللي فاتت في النهائي، وبالتالي كان في متابعه جيده جدا النهارده لمباراه صن داونز والوداد واللي تاهل منها الوداد. ماتش الاهلي من خلال رؤيتك امبارح يا كابتن، هل تحس ان اللعيبه كانت برضو بتركز في ماتش زي ده بتاع النهارده ده، مين هيلعبها من خلال الاداء اللي انت شفته امبارح؟ عايز اقول لك على حاجه يا فاروق، يعني خلينا اتكلم، يمكن النادي الاهلي ضمن يعني التاهل من تونس، عمل مباراه كبيره، كسب 3-0، كان يعني باريحيه كبيره جدا. بس خلينا اقول لك يا فاروق، النادي الاهلي نادي كبير، يعني عشان الناس لما تتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي بطولات، نادي كبير، كل واحد هتشجع النادي الاهلي كبطل بيمثل مصر، سواء بقى قدام صن داونز، قدام الوداد، قدام الترجي، عمرك ما تقلل من النادي الاهلي وتاريخه ولاعيبته وجماهيره. النادي الاهلي من الناس بتيجي تتكلم، عشان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي يا فاروق، احنا شهادتنا مجروحه دايما، لا شهادتنا مجروحه للنادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي وعارف هو بيفكر ازاي وبيلعب ازاي. اللي عاوز يتعلم وياخد بطولات يعمل معايشه في النادي الاهلي، اللي عاوز يتعلم وياخد بطولات ياخد بطولات افريقيا، ياخد بطوله الدوري، ينافس على كل البطولات اللي بيخش منها، مش عيب ان انا اتعلم اشوف منظومه النادي الاهلي بتعمل ايه واعمل زيها. خليك في ورقتك، بص في ورقتك، انت مالكش دعوه، العب بقى ماتش هنا، العب ماتش هناك، النادي الاهلي عينه على البطوله، واي بطوله بيخش فيها فاروق بياخدها. النادي الاهلي مش شايف حد، مجلس ادارته مش شايف حد، لعيبته مش شايف حد، لعيبته بتلعب على الانجازات، بتلعب على البطولات، فبالتالي انت بتلعب كل ماتش بماتشه، بتلعب الرجاء، بتلعب الترجي، بتلعب صن داونز، بتلعب اي حد في الدنيا، النادي الاهلي عينه على البطوله، وده اللي احنا شفناه. لو تفتكر يا بارو، النادي الاهلي تطور اداؤه بعد مباراه صن داونز، بعد النهارده الراجل لعب 11 مباراه والناس ما اتكلمتش في كده. الراجل ده من ساعه ما جه، لا لازم ترفع له قبعه، ده بيعمل انجازات وتاريخ مع النادي الاهلي. كمل المعلومه كابتن، ان انا بكلمك بعد مباراه صن داونز ما دخلش فيها، ما دخلش ولا هدف اللي هو بتاع بيراميدز، ما دخلش فيها الهدف، والنهارده النادي الاهلي جايب 24 جون يا فاروق، يعني اذا الاداء تطور وتطور بشكل كبير جدا. زي ما بقول لك، النادي الاهلي بيتعلم من اخطائه، ودي حاجه كويسه جدا. فانت النهارده بتتعلم من اخطائك، بتتعلم من اخطائك الدفاعيه، بتتعلم ان انت تقف ازاي. فانت بتقوليش ان النادي الاهلي هيلاعب الوداد او الترجي. هرجع لك تاني كابتن، انا بس هرجع لك تاني كابتن.